نعم. بيان لسكنة مدينة فاس، يوم الثلاثاء سيتم استكمال بيع المدينة فاس بشكل سري نسبي وبتواطع مع حزب ظننا أنه يحارب الفساد. سوق السماك، سوق بن سودا، نسبح الأدارسة، شاطئ فاس، مركب الحرية، سيتم تفويته لبوك صاحبي ليستغل كورقة ضغط وانتخابية فيما بعد. والسلام، وكنتمنى تلتحقوا بنا كاينة وقفة يوم الثلاثاء باش ما نخليوش هذا النزيف لهذه المدينة يتم في غيابنا، لأن الناس تولفوا أنهم كيقروا في غيابنا، ما خصهمش هذه المرة يقروا في غيابنا.